السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة اسمها المالتي تاسك، أو إن أنا أعمل كذا حاجة في نفس الوقت، ودي حاجة كنت عجباني جدا وقعدت أحاول أتعلمها وأقرأ فيها وأخد دورات. بس في الحقيقة كل الموضوع ده وهم، مفيش حاجة اسمها إن عقل الإنسان يركز على حاجتين في نفس الوقت. على سبيل المثال، مثلا لو أنت بتقرأ حاجة وفي نفس الوقت مثلا عمال تسمع حاجة تانية، العقل مش بيركز في القراية أو بيركز في دي، ده بيعمل زجزاج، بيروح ويجي، يعني يركز شويه هنا وبعد كده يروح هناك وبعد كده يرجع، فيكون في جزء فاتك فترجع هناك، فتيجي بعد كده تلاقي المعلومات مش مستقره والمعلومات كلها داخله في بعض. فده وهم كبير وبسبب مشاكل كتيره جدا. موضوع ان الواحد يحاول يعمل كذا حاجه في نفس الوقت، لا، ادي لكل حاجه وقتها، يعني ركز في الماده ديت، ركز بعد كده اقفل واستمتع مثلا بحاجه انت عايز تسمعها وركز فيها. لو عايز مثلا تسمع قرآن خليك خاشع فيه مثلا، عايز تسمع حاجه خليك مركز فيها، عايز ترفع عن نفسك وتتفرج على اي موفي ركز فيه، ما تبقاش مالتي تاسك. دي مضره جدا، بل بالعكس قد تتسبب في الوفاه. يوميا ناس كثيره بتتوفى بسبب موضوع المالتي تاسك، ان هو مثلا يكون هو سايق مشغول وذهنه في حاجه تانية خالص، ماسك الموبايل عمال يكتب رساله، فالعقل اوتوماتيك بيتشتت شويه، ممكن ما يشوفش مثلا عربيه كسر عليه، ممكن ما يشوفش ان الاشاره مثلا بقت حمراء. فتلاقي حوادث كتير جدا يوميا، ناس كتيره بتتوفى. ده مثال، انما في ناس كتيره بسبب انها مثلا مش مركزه في حاجه، في الشغل مثلا تسبب في مشاكل، ينسى حاجه معينه وهو معتقد ان هو مركز. العقل بيركز في حاجه واحده بس، لما تديله اكتر من حاجه كده انت بتديله تشتيت، فمش هيديك انتاجيه، وتعتقد ان انت خلصت كذا ماده وخلصت حاجات كتيره جدا، وتقول النهارده مثلا بدل ما كنت هذاكر 5 6 مواد، لا، ده انا ذاكرت 20 ماده في نفس الوقت عن طريق السماع عن طريق كذا. لا، انت ممكن تخلي واحده فيهم مش محتاجه تركيز، يعني مثلا ممكن تشغل مثلا حاجه تسمعها وانت مثلا بتغسل سنانك، وانت تاخد دش مثلا، وانت بتتمشى، عندك جاريه في البيت، عندك يعني حاجه مش محتاجه تركيز مع حاجه محتاجه تركيز. انما ان انت مثلا تسمع صوت وفي نفس الوقت بتقرأ، ده مستحيل. هتلاقي عقل هنا 3 ثواني وهنا 3 ثواني، فبتلاقي مفيش لا هنا حصلت حاجة ولا حصلت حاجة، زي اللي رقصوا على السلم، لا اللي فوق شافوهم ولا تحت سمعوهم. فلذلك برجاء يعني الواحد يركز في الحاجة ويبعد عن المالتي تاسك ديت، لأنها مضرة جدا.